نستمع للكلام للحكاية غاية متعة وانسجام. هذا أول الحكاية فلنستمع للكلام للحكاية غاية متعة وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال تغوص خلف الحقيقة نجري وراء الخيال. مزيج تلك وذاك للحكاية غاية متعة وانسجام. ما الحكاية إلا مزيج تلك وذاك للحكاية غاية متعة وانسجام. ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان. إلى البحار العميقة إلى أعالي الجبال فارس. شو فهمت ولا كلمه؟ والا خلص هي سكرته. ما بعرف شو صار لي بهالامتحان. علامتي بتسود وش اللي بيسمعك؟ والله بفكر انه هي اول مره بتاخذي علامه واطيه. ايه انا اول مره، بس غيري مو فرقانه معه، من زمان متعود على العلامات الواطيه. متعود على 15 من 20 14 من 20 هي اسوء الاحوال، اما 10 من 20 يا والله فضيحه. 10 من 20 يا حرام. يلا يلا يلا. لك حاجة بقى تروح وتجي؟ خيالتني؟ لك شو بدنا نقول جدو؟ لا شلون بدنا نخليه يوقع ورقة المذاكرة بدون ما يشوف العلامة؟ بعدين تعال هون، شلون يعني بدون ما يشوف العلامة؟ ما بعرف، اللي بعرفه إنه إحنا درسنا منيح، وليش هيك صار معنا؟ هلا المهم شو بدنا نقول لجده؟ معك حق، هو أكيد ما رح يصدق إنه درسنا. مالي غير جرغي من العلامة بشوية مي. فكرك يعني بتمرق على جدك؟ والله بتكون بشي وبتصير بشي تاني. معك حق، ما لازم يشوف لي بنوب. يلا يا أولاد. غدا تعال شوف جدو، اخواتك شو عم يتوتوتو؟ ما بعرف. بتخبي على جدو يا جدو؟ زعلانين شوي. وانت بتعرف ليش زعلانين؟ بعرف بس ما رح اقول. ليش؟ هن قالوا لك ما تقول؟ يعني وعدتهم ما تقول؟ طيب الامر خطير؟ اذا وعدتهم انك ما تقول الحق معك، بس على جده ما في أسرار، مو هيك؟ مظبوط، بس شغلة فيها
يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الشغلة عويصة جدو، خليني احذر. كسروا شي بالبيت؟ اتخانقوا بالمدرسة هن وحدا؟ استاذن زعلان منه؟ ايوة قلتلي. لا جدو، مو انا اللي قلت لك، انت اللي حذرت. اهلين فارس، كيفك جدو؟ منيح جدو. جدو طجلنا توقيعك الكريم هون. شو هاد؟ هي ورقة من المدرسة. يعني الامتحان؟ ايه جدو، هون هون توقيع هون. طيب ايم ايدك لك يا ابني، ايما ما بدي اعرف على ايش بدي وقع. لا 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 لا، شو هاد؟ شو هاد؟ انا عم بقرا مزبوط؟ مزبوط جدو، 10/20. بس والله درسنا، وإذا بدك سمع لنا. شو اسمع لكم ما اسمع لكم؟ لو درستوا منيح ما كنتوا جبتوا هيك علامات. جدو والله درسنا، بس الظاهر انه قلنا شوف، لو درستوا منيح او قولي لي هلا كمان الاستاذ حاطط عليكم. لا جدو ما حدا حاطط علينا. بس هي فارس، ما درسنا منيح يا فارس؟ ليش ما عم ترد؟ عن جد جدو درسنا منيح. إذا درستوا ما جبتوا علامات، لا تزعل مني، هذا غباء. هات لنشوف. عدد الحضارات السامية. عظيم، وحضرتك شو مجاوب؟ شارح نص صفحة عن الكنعانيين. عدد هالسؤال، بسيط كتير. عدد تعداد. السؤال الثاني، من هو شامبليون؟ في أسهل من هيك سؤال؟ ريم خانم شو مجاوبة حضرتك؟ أنا ما شفت السؤال بنوب. يا سلام يا سلام، انتو درستوا منيح، واحد ما شاف السؤال والتاني فهموا غلط. شوفوا جدو، انتو بتعرفوا انه السؤال تلتين الجواب، والفهم والتركيز بمثابة جواب عليه. يعني إذا فهمت السؤال بصير الإجابة سهلة. تعوا جدو اسمعوا الحكاية، تعوا. كان يا مكان بقديم الزمان، وسالف العصر والأوان لحتى كان. كان في تاجر كبير، صار معه قريب من هاللي صار معكم. أبي اشرب من هذا الدواء يا أبي، فقد أوصاني الطبيب أن تتعاطاه كلما اشتدت بك الأزمة. لا، لقد عافته نفسي يا ولدي. ولكن يا أبي، لا أرغب في أي دواء يا بني. ولكنه من أجل شفائك. لا إله إلا الله، أشعر أن ساعتي غدت قريبة. لا سمح الله، أمد الله بعمرك يا أبي. لكل أجل كتاب يا عبد الله. والآن اسمع مني وصيتي لك جيدا، وأرجو من الله سبحانه أن تتقيد بها. قلت بعد عمر طويل إن شاء الله. لا يمنع من أن تسمع الآن قبل أن أفقد وعي. سمعا وطاعة يا أبي. أوصيك بتقوى الله العظيم وطاعته وتطبيق الشريعة وأحكامها وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياتك. سمعا وطاعة يا أبي. هذا لتضمن آخرتك. أما من أجل دنياك فأوصيك. قل ما تريد يا أبي، فكل آذان صاغية. لقد تركت لك من متاع الدنيا ما لا حاجة لك لأحد إلا الله. الحمد لله على نعمه. فها هو حانوتي في السوق بما فيه من بضاعة ملك لك.
وهذا البيت الذي تقيم فيه هو ملك لك أيضا، إضافة لسمعة التجارية والعامة بين الناس. الحمد لله الذي من علينا بكل هذا. والآن اسمع مني وصيتي، لا تمشي في الشمس أبدا، وامشي في الظل أثناء ذهابك وإيابك من وإلى الحانوت. لا تأكل إلا العسل في حينه، ولا تصادق المتملق النمام. أبي، لا تتزوج من الرعناء الطائشة وإن كانت أجمل الجميلات. رحمة الله عليك، رحمة الله. عليك بمشورة صديق الشيخ ناصح إذا ما دهمتك الملمات أو استعصت عليك الأمور. أبي، يا أبي، هل انتهيت تماما؟ أبي، أبي، رحمة الله عليك يا أبي، رحمة الله عليك. انتهيت يا أبي، رحمة الله عليك. انتهيت يا أبي. رحم الله أباك الذي خلف لك ما يجعلك تجلس على كومة ذهب ولا تحتاج شيئا. هذا إضافة لموقع هذا الحانوت الجميل من السوق. رحمه الله وجعل مثواه الجنة. تفضلوا، مع السلامة. فقد كان قائما صائما، لا تعلم يمناه ما تفعل يسراه بالخير، وكذلك لا تعلم يسراه ما تقبض يمناه من أموال. أموال حلال إن شاء الله. طبعا طبعا يا صديقي، فقد كان رحمه الله عين الاستقامة، ليس كذلك الرجل الذي لا يتورع عن النميمة والغش في سبيل الربح. بارك الله بالربح الحلال يا سعدون، ونجانا من الحرام. أو كهذا السمسار الذي يبيع ويشتري بأموال الآخرين دون أن يوظف درهما واحدا. علينا من أنفسنا يا سعدون، ثم إن هذا الرجل يتوسط بين التجار ويدل أحدهما على الآخر بما يخص البضاعة. أو هذا حلال أم حرام يا صديقي؟ الحرام هو كل ما يخالف الشريعة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكل معي يا سعدون؟ ما هذا؟ عسل؟ نعم، إنها وصية أبي، فقد أوصاني رحمه الله ألا أكل إلا العسل. وهل ستأكل العسل طوال عمرك يا رجل؟ ماذا أفعل؟ إنها وصية أبي. وماذا أوصاك أيضا؟ الكثير، ولكن أهمها أن أمشي في الظل دائما وأن أتجنب الشمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا صديقي، لعلك لم تفهم ما يرمي إليه. كان كلامه واضحا، ولكن هل عندك تفسير آخر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وصية غريبة، والأغرب من هذا كيف تستسيغ العسل كل هذه المدة؟ رحمه الله، ولكن في الحقيقة يا صاحبي بدأت نفسي تعف العسل، بل إنني بدأت أشعر بالغثيان كلما نظرت إليه. اسمع يا صاحبي، هل منعك أبوك من الزواج؟ لا أبدا، اللهم إلا أن تكون رعناء طائشة حتى ولو كانت أجمل الجميلات. اطمئن يا صاحبي، عروسك عندي ومن خيرة الناس. ولكني لم أفكر بالزواج بعد يا سعدون. ومتى تفكر إذن يا رجل؟ لعلك لو تزوجت الفتاة الصالحة تشاركك بأكل العسل أو تجد لك فتوى لذلك.
ومن تكون هذه العروس؟ هي أختي سمية. العشاء يا زوجي العزيز. ما ألذ الزيتون والجبنة واللبنة مع الخبز والشاي، كم أتمنى أن أتذوقها فقط. وتكسر وصية أبيك؟ لا لا لا، هذا لا يمكنني أبدا، ولكن نفسي عافت العسل يا سمية، عافت العسل. تحتاج لفتوى حتى تكسر وصية أبيك؟ هيا اقترب وحاول أن تأكل العسل. معدتي يا سمية، معدتي تتقطع، لا أظنني سأكل العسل بعد اليوم أبداً أبداً. معدتي يا سمية، إلي بالطبيب، إلي بالطبيب فوراً. معدتي يا سمية، إلي بالطبيب. غريب، كيف استطاع المداومة على أكل العسل كل هذه المدة؟ إنها وصية والده رحمة الله عليه. هذا كلام غير معقول، لا أظن أنه سمع جيدا وصية والده. ما قاله سعدون أيها الطبيب صحيح، بل وبمنتهى الدقة. ولقد واظب زوجي على تنفيذ وصية والده حرفيا منذ وفاته. هذا لا يعقل، يصنعون العسل للشفاء، ولكنه بهذه الحالة فقد يسبب الموت. حالته خطيرة أيها الحكيم. إن جسمه قد أخذ عكس مفعول العسل على قدر ما أكل منه، وانقلب الشيء ضده. وما عساني أفعل أيها الطبيب؟ أخبرني أرجوك. الحياة بشكل طبيعي يا بني هو دواءك الوحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيها الحكيم، ويغضب أباه ويتنكر لوصيته. لا 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 لا، هذا هو الذي لا يعقل. طبعا فالموت أرحم من ذلك. اسمع اسمع يا ابن العم، إياك ثم إياك أن تتنكر لوصية والدك رحمة الله عليه. نعم إياك يا زوجي إياك، لابد أن تعتاد على أكل العسل كما اعتدت على المسير في الظل. ماذا؟ المسير في الظل؟ نعم أيها الحكيم، إنها وصية والده الثانية رحمة الله عليه. اسمع يا بني، لابد أن في الأمر سرا لا أستطيع أنا أن أخدمك فيه. لا يعقل أن تكون وصية أبيك على هذه الصورة. إنها كذلك أيها الطبيب صدقني. إذن في هذه الحالة عليك بشيخ يجد لك فتواه، فلابد أنها كلمات لم تفهم أنت معناها. عليك بمشورة صديق الشيخ ناصح إذا ما دهمتك الملمات أو استعصت الأمور. صدقت أيها الحكيم، صدقت والله. والآن هيا مع السلامة. اخرج من هنا، أريد أن أبقى وحيدا. ما بك؟ أريد أن أبقى وحيدا يا سمية. ما بك يا سعدون؟ مع السلامة. شكرا أيها الطبيب، أشكر. مع السلامة. صار ماذا جرى؟ هيا مع السلامة. يا الله، كيف نسيت الشيخ ناصح؟ ترى أين مكانه بالتحديد؟ Thank you.
الشيخ ناصح؟ أين أنت يا صديق والدي؟ كيف حالك يا عبد الله؟ لقد استعصت علي الأمور يا شيخي، حتى لا أكاد أميز الصالح من الطالح. وأرى أن الملمات تحيط بك يا ولدي. كيف ذلك؟ انظر هناك يا ولدي. اسمع يا سمية، يجب أن نقنعه بمعاودة تناول العسل، وإلا فلن يموت. لا تقلق، إنه يحترم أباه ولا أظنه سيتخلف في تنفيذ وصيته. سمية يا أختي، يجب التأكد من ذلك. سأقنعه بأن أوامر الطبيب كانت واضحة، يوم عسل ويوم ماء، ثم لا يلبث أن يفقد قواه. وقتها يسهل التخلص منه. سعدون، عندها نستولي على ذهبه وأمواله يا سعدون. والحانوت، أنا أريد الحانوت يا سمية. يا الله، هل ما رأيته صحيحا؟ سأجعلك تتأكد بصورة أوضح يا ولدي. أنا بحاجة لنصيحتك، لقد أوصاني والدي أن أعود إليك في الملمات. رغم أنك قد تأخرت في طلب نصحي وتسرعت في تصرفاتك حتى أنك أسأت فهم وصية أبيك. كيف ذلك؟ تأتيني الآن إلى زاويتي، أنا بانتظارك يا ولدي. ولا عرفتي أين يخبئ ذهبه وفضته؟ سأعرف عما قريب. سمية، ما هذا الكلام يا سمية؟ سأعرف عما قريب. لا 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 يا أختي، عليك أن تعرفي وبسرعة قبل أن يرحل عن هذه الدنيا. ولكني على كل حال وريثته الوحيدة. لا 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 يا أختي، أنت لم تخلفي منه بعد، من يدري، ربما يظهر له قريب فجأة. في هذه الحال وجب أن أجعله يعترف لي بثروته وأين يضعها. ولا تنسي أن تجعليه يوصلك بهذا البيت وبالحانوت أيضا. سعدون، تريد الحانوت لك، أليس كذلك؟ سمية، أنا وأنت واحد يا أختي، أليس كذلك؟ والآن يا أختي يا سمية، أستودعك الله لأذهب للطبيب وأتابع معه دواء صديقي وحبيبي وأخي عبد الله. إلى اللقاء يا أختي. إلى اللقاء. زوجي عبد الله، لماذا أنت واقف هنا؟ تعال تعال واسترح يا زوجي العزيز. أنا لست بحاجة للراحة. هل أحضر لك بعض العسل؟ ولا أريد عسلاً أيضاً. بماذا كنتما تتحدثان؟ أنت وسعدون. سعدون قلق على صحتك وأنا كذلك. هذا واضح. طبعاً طبعاً، ألست زوجي وأبا أطفالي؟ ليس لدينا أطفال بعد. سيكون بالمستقبل القريب بإذن الله، لذلك أريد منك يا زوجي العزيز أن تخبرني أين تضع أموالك، بحيث لا سمح الله مرضت. معك حق معك حق، ولكن الآن جهزي لي ملابسي، أنا ذاهب بمهمة. مهمة؟ إلى أين؟ أنت مريض؟ أنا لست مريضا، هيا جهزي لي ملابسي من فضلك. ألن تخبرني إلى أين؟ إلى حيث شاء الله يا امرأة.
السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام. هل أنت بائع جوال أم؟ بل أنا ذاهب باتجاه الشيخ ناصح، لا شك أنك سمعت به. رجل فاضل، ومن لم يسمع به واحتاج لمشورته. تفضل يا ولدي، تفضل. لحد هون وبس، وبكرة يا جدو منكمل الحكاية. تصبحوا على خير. الأحدوث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. الراوي قد يلبس عصرا أثوابا من عصر آخر، قد يدعو زيدا عمرا ويعيد الخير بلا عشرة. مستمعي يفكر وتصور وتمتع حينا وتنور. مستمعي يفكر وتصور وتمتع حينا وتنور. وإذا كنت ذكي الفطرة ابحث في الحال عن العبرة. كان يا مكان، كان يا مكان، فتذكر وتذكر. هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت أوهام؟ هل حدثت هذه الأحدوث حقا في تلك الأيام، والشخصيات المكتوبة هل عاشت أم كانت